بعد 12 عاما من الثورة السورية عاد المطلب وهو الشعب يريد إسقاط النظام. تضامننا اليوم بخروجنا مع أهالي السويداء، مع أهالي دير الزور، مع أهالي درعا، مع أهالي الساحل، مع أهالي حلب، مع كافة المحافظات السورية، تضامنا معهم بخروجهم ضد النظام المجرم. نقول لهم نحن معكم، نحن ندعمكم، ونؤكد على استمرارية الثورة السورية، ونقول واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد، لن نتراجع، لن نستسلم. إلى عشرات السنين، إلى مئات السنين سنبقى في هذه الثورة أجيال وأجيال، ونطالب كما طالبنا من 12 عاما بإسقاط النظام وتوحيد الثورة السورية. نحن حبينا نوصل رسالة للنظام انه لسه ما عنا موقفين عن المظاهرات، حتى كمان فتح الجبهات مع تضامنا مع اهلنا في دير الزور وتضامنا مع اهلنا اللي في السويداء. جينا اليوم ناكد بالمظاهرة ومستمرين، كل اسبوع في عنا مظاهرة، والحمد لله رجعت تتفاعل المظاهرات اكثر من اولي. يوم الجمعة بتاريخ 1/9/2023 خرجت مظاهرة حاشدة كبيرة تؤيد عشائرنا وأهلنا في دير الزور ضد عصابات البي كي كي والبي واي دي، وتؤكد على المضي قدما نحو إسقاط هذا النظام المجرم وأحزابه.